بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يا من يطلب عنده كل مفقود، يا من سائله غير مردود، يا من بابه عن سؤاله غير مسدود، يا من هو غير موصوف ولا محدود، يا من عطاؤه غير ممنوع ولا منقود، يا من هو لمن دعاه ليس ببعيد وهو نعم المقصود، يا من رجاء عباده بحبله مشدود، يا من شبهه ومثله غير موجود، يا من ليس بوالد ولا مولود، يا من كرمه وفضله ليس بمعدود، يا من حوز بره للأنام مورود، يا من لا يوصف بقيام ولا قعود، يا من لا تجري عليه حركة ولا جمود، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا من لا يخلف الوعد ويعفو عن الموعود، يا من رزقه وستره للعاصين ممدود، يا من هو ملجأ كل مقصي مطرود، يا من دان له جميع خلقه بالسجود، يا من ليس عن نيله وجوده أحد مسدود، يا من لا يحيف في حكمه ويحلم عن الظالم الحنود، ارحم عبيدا خاطئا لم يوف بالعهود، إنك فعال لما تريد، يا بار يا ودود صل على محمد خير مبعوث دعا إلى خير معبود، وعلى آله الطيبين الطاهرين أهل الكرم والجود، وافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.